بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله مشاهدينا متابعينا أينما كنتم أيها الإخوة والأخوات. ها نحن وإياكم نلتقي في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج الفقه حياة، وبالتأكيد نقدم التحية والترحيب في مطلع هذا البرنامج لضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وأسعد الله أيامكم. الله يبارك فيكم، الله يسعد أيامكم، وحج مبرور وسعي مشكور. طبعا هذه أولى الحلقات لكم سماحة السيد بعد الانقطاع اللي كان لذهابكم لأداء مناسك الحج سماحة السيد، الله يبارك فيك. الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في رحاب بيت الله الحرام، ويجعلها مناسبة وموسم طيب لتجديد العهد برسول الله صلى الله عليه وآله، وما نسيناكم والإخوة جميعا من الدعاء. أكيد الآن هو المشاهد الكريم يسأل يقول سماحة السيد إن شاء الله ما يكون لسانا من الدعاء في تلك الرحاب واللقاء المطهرة إن شاء الله تعالى. سماحة السيد، طبعا مرت علينا مناسبتين، عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير الأغر، وفاتت هذه المناسبات، لكن في حلقتنا لهذا اليوم بدنا نتحدث عن حادثة من الحوادث التي طبعا أكدت وبينت وبرزت مكانة أهل البيت سلام الله عليهم، ألا وهي حادثة المباهلة سماحة السيد. بالتأكيد أنتم تحدثتم في برامج عديدة في حلقات كثيرة عن هذه الحادثة، لكن أستشعر بأنه كل حادثة سماحة السيد يستطيع أنه يسلط عليها الضوء من جانب مختلف. اليوم بودنا أن نستمع عن هذه الحادثة، ماذا ستقدم لنا، ماذا ستتحدث فيما يتعلق بهذه الحادثة. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم آمين. في واقع الحال أصحاب الدعوات الحق وأصحاب مبدأ الحق يطرحون مبدأهم، يطرحون مشروعهم على الجمهور، على الناس، فالناس على حال إما أن يقبلوا هذه الدعوة وإما أن يرفضوها. نعم. ولكن صاحب الدعوة عندما يدعي شيئا ويأتي بشيء لا بد أن يأتي بأدلة ويأتي ببرهان، والبراهين والأدلة هي الكفيلة على أن يتقبل الجمهور دعوة الداعي ودعوة المدعي ودعوة صاحب المشروع. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى عندما كان يرسلهم إلى أقوامهم يرسلهم بمعاجز، وهذه المعاجز كانت تجعل المجتمع أو الأمة أن تتقبل دعوته باعتباره صاحب قضية غير مألوفة وقضية غير مقدور عليها. مثلا لما يخرج نبي الله موسى يده بيضاء للناس، هذه شيء غير طبيعي. أو لما يلقي عصاه تصبح أفعى، هذه قضية غير طبيعية. فكل نبي له معجزة، وهذا الإعجاز هو كلمة الإعجاز، والمعجزة يعني شيء الذي يعجز عنه الناس. فيكون دليلا، هذه المعجزة تكون دليلا على دعوته وعلى أنه على صاحب، أنه صاحب حق وحقيقة. طبيعة الحال الطغاة والمردة الذين كانوا يقفون أمام دعوات الأنبياء كانوا يتهمون الأنبياء بأنهم سحرة. أن هذا قضية سحر. وقضية موسى وفرعون واضحة في أنه صار هناك نوع من المساجلة، وفرعون جمع السحرة، والمهم انتهت القضية بانتصار موسى عليهم وخضوع السحرة إلى موسى. كذلك إبراهيم فيما يرتبط عليه حال رميه في النار وصارت النار بردا وسلاما ونقذه الله من الحرق. فالمعاجز هي الأدلة التي يمكن للأنبياء أن ماذا؟ أن تكون ذريعة ومستند لهم على أنه نحن على حق. أحسنت. زين،
فالناس لا يقبلون كلام الأنبياء إلا بدعوة ذات دليل جيد. نعم. هناك مجموعة من البشر حتى لو تأتي لهم بعشرين دليلا وخمسين معجزة يعانده، لا يؤمنون. نعم. لا يؤمن. يعني يبقى يقول لا أنت كذا، أنت ساحر، أنت مدري إيش، أنت حسب تعبيرنا كذا. هنا لما تصل قضية دعوة النبي وصاحب المشروع تصل إلى طريق مسدود، يا لو أنا صح لو أنتوا صح، ماكو شيء بعد ينفع، لا معجزة ولا غير. أحسنت، يعني اللي جبته لكم ما جت تسمعونه، واللي جبته لكم ما جت تقتنعون فيه. نعم. فأنا شلون أبرهن لكم أنه صح أنا وأنتوا غلط، أو أنتم صح وأنا غلط؟ كيف تأتي فكرة المباهلة؟ شنو معنى المباهلة؟ يعني أدعو عليكم وتدعون علي، وتدعون علي. وأي واحد يكون على حق راح الدعوة مالته شو تصير؟ تستجاب، وينزل العذاب على الجانب الآخر، على المدعو عليه. فرب العالمين أنبأ رسوله صلى الله عليه وآله أنه يا رسول الله، يا محمد، دول الجماعة ما جاي يفيدوا وياهم. نعم. ما جاي يفيدوا وياهم، كل ما جبت لهم براهين ما أفتح، كل ما جبت لهم كذا ما أفتح. فتعال قل لهم يا فتعال نتباهل، إذا أنتوا على حق فالسماء معكم. وهم النصارى النجران هم أصحاب دين. نعم. أصحاب كتاب. وهي النصرانية. نصارى النجران هم قالوا احنا ما نقبل حكايتك، انت انسان باطل. قال انا باطل؟ زين، انت حق؟ قال زين، خلينا نروح الى الله يحكم بيناتنا. الله موجود؟ قالوا بلي الله موجود. انا ما اقول الله موجود، بس انا رسوله. قال لا انت تكذب. نعم. رسوله ما اكو، انت كذاب. قال زين تعالوا شوف الايه الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه، حاجك يعني احتج عليك وراء ناقشك، يا محمد جماعة اللي يناقشونك ما جاي يتقبلون كلامك، فمن حاجك فيه، يعني في ماذا؟ فيما تدعيه وفيما تقوله وفيما تبشر به. نعم. من بعد ما جاءك من العلم، يعني أنت اعطيتهم معلومات واعطيتهم أدلة واعطيتهم براهين، زين، من بعد ما جاءك من العلم فقل، مشروع جديد هذا، خطوة جديدة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. بعد هنا نرجع المن إلى الله. نعم. نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبيعي لما المشروع المباهلة رب العالمين عرض على رسول الله أنه معاهم اطرح الموضوع هذا، تقبلون حجايتي؟ قالوا لا. قال انتوا حق؟ قالوا نعم احنا الحق. قال زين تعال ادعو علي، ادعو علي الله يلعني. نعم. الله يلعني، تدري شو معنى اللعنه اخواني؟ اللعنه بمعنى الابتعاد عن رحمه الله. اسوأ شيء يمر به الانسان ان يبتعد عن رحمه الله، زين، فيكون ملعونا بعيدا عن رحمته سبحانه وتعالى. قال تعالوا لعنوني، وإذا أنا على حق فأنا ألعنكم. فوين تصيب القضية؟ إذا أنتوا على حق راح تصيب ماذا؟ تصيبني إلي. لا. ولكن شنو المشروع؟ شوف رب العالمين، الإنسان لما يجي يريد يدعي على واحد بالويل والثبور أو بعدم الرحمة الإلهية، ما يجيب الناس حسب تعبيرنا شنو أولاد الخايبة. مو بعضنا احنا شايفين انتو صراعاتنا السياسية، صراعاتنا الاجتماعية. نعم. أولاد الخايب نخليهم أمام، هم يصيرون ضحية وإحنا قاعدين. لا، رسول الله قال له يا محمد صلى الله عليك رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت بالواجهة، ونساءكم، نساءكم ونساء منه نساءنا، فاطمة بضعة رسول الله، أعز الخلق إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. بعد أنفسنا، أنفسنا يعني النفس اللي أنا تمثلني، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأنفسكم يعني اللي أعز إنسان، أعز إنسان عدكم ومثل مثل وجودكم. نعم.
بعض المفسرين يقولون أنفسكم، أنفسكم يعني أكثر بلي ثمنا، نعم، نفيسا، نعم. أنفسكم هذه قراءة غير كذا، أنفسكم يعني نفسك، أنا بلي أنا وأنت من نفس أو بلي من نور واحد، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، يعني نفس علي نفس رسول الله وهو علي بن أبي طالب. بعد أبناءنا وأبناءكم، جيب ابنك الحسن والحسين، نعم. ليش؟ لأنه قضية التضحية وقضية حسب تعبيرنا المحك، لو علي العذاب لو عليهم العذاب، ما أجيب الناس المساكين، أجيب نفسي وأهلي وبناتي وأولادي. إذا أنا صاحب حق، إذا أنا صاحب حق، أنا في الواقع أولادي أخليهم ضحية الحق، مو أنه أخلي الآخرين. فلذلك رسول الله قال، الله سبحانه وتعالى قال له جيب شنو، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. يلا ندعي، شو نقول؟ إلهي إن كانوا على حق الله على الكاذبين. من الكاذب؟ إذا أنا كاذب العني يا رب، إذا هم كاذبين الله ارتأل عنهم، أو أنزل علينا كسفا من السماء، أو أي شيء من هذا القبيل. نعم زين، مشروع ممتاز. بعد احنا ليش وقت نتعارك يعني؟ نوصل الى نفصلها حل. بعد نفصلها، لو انا لو انتم ما يصير. ففي واقع الحال التحاكم الى الله والتحاكم الى السماء، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتدخل في بيان الحق، هنا بعد حسب تعبيرنا اخر الدواء الكي. نعم، اخر الدواء الكي. فرسول الله خرج، لما خرج بهؤلاء ابنته، هم ايش كانوا يتصورون؟ كان يجيبوا ذول المساكين عمار وابو ذر، ذول الفقراء اللي بقولتهم اراذلنا، ها يجيب ذول بلال وما بلال ويضحي بهم. شاف لا، جاء فاطمه بنته، جاب علي صهره ابن عمه، نعم. عزيزه وزيره، جاب اولاده اصباطه. فهم ايش قالوا؟ قال هالوجوه اللي طلعت اليوم، نعم. الوجوه اللي طلعت، إذا دعوا عليكم أن تنقلب السماء عليكم راح تنقلب. فتراجعوا يا جماعة، حذروا، تراجعوا، نعم. يعني ما أذعنوا بالإسلام، شوفوا الشيطنة، شوفوا الشيطان، ما أذعنوا بالإسلام، قالوا شي يريد محمد، ما يخاف، شي يريد محمد، قال إما أن ترجعون تجون للإسلام أو تدفعون الجزية. نعم، قال ندفع الجزية. مهم رسول الله خيرهم وهم انتصر على في الموقف، وهم تراجعوا، نعم. تراجعهم يبين أناس على حال متخاذلون وناس كذاب، نعم. إنسان الكذاب متى يبين كذاب؟ يوم اللي توصل حدها يشوف كذا. أجيب لكم قصة على حال، ما أدري قصص قد تأخذنا في التاريخ، واي هالأشياء صايرة، واي هالأشياء صايرة. في النهاية يشوف أنه مثلا جت امرأة على حال ادعت أن هذا الطفل طفلي، نعم. فتولد طفل، ولد، قالت هذا ولدي. أم الطفل قلت هذا ابني، قالت له هذا ابني، نعم. هذا قال هاي ابني، وهذا اتعاركن عنه الولد هذا، نعم. إذا جيب مثال أشوف بعض الأحيان أشوفه بالمحك الحق يتبين، نعم. بالمحك. وقال وين نروح؟ قال له علي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي كما، نعم. قال رسول الله أقضاكم علي. راحوا لعلي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين هاي المرة تقول هذا ابني وهاي المرة تقول هذا ابني. أكو وسائل كثيرة، أكو وسائل كثيرة يمكن لعلي أن ماذا؟ أن يحكم بها. أحسنت. أنه لبنج أو كذا على حال. فرسول الله قال خب، علي بن أبي طالب قال خب أنا ما أدري سائل من، فجيبوا السيف يا جماعة، خل أقص الولد، نص أطيل هذه نص هذه، أقص الولد، أقص قص. سين هو طريقة يعني. فأوتي يا فلان جيب للكذا، يا قنبر جيب للسيف، وراد على اساس انه يقسم الولد نصين. ام الولد الحقيقي قالت يا علي هذا ليس ولدي، لا لا لا، خلي تاخذه، خل تاخذه، هذا مو الي. الام الحقيقيه ابنها ينقص نصين شنو؟ فقالت يا علي ليس ولدي، انه لها. وعلي قال الله اكبر، ظهر الحق. لو كنت أنت أمه لما شنو؟ لما
قبلتي بهذا هذه أمة الحقيقية، حنانها رأفتها كذا. فبعض الأحيان نشوف المحك تخلي الإنسان يبين الحق يبين القضايا. فالمباهلة إنصافا مشروع مهم وأسلوب ديني في إيصال الحقائق والوقوف عند الحق. ولذلك هاي دعوة لجميع الذين يعاندون، جميع الذين يعاندون، الملحدين، المخالفين، المنكرين، على حال أصحاب على حال الأفكار والمدارس الجديدة اللي صايرة، أنتوا إما أن تجون للحق، تجون للحقيقة بالأدلة والبراهين، وإما أن نرجع إلى من نجد أنه صاحب ماذا، صاحب هيمنة وسطوة. فالمباهلة تقع بين المتدينين، يعني بين الذين يؤمنون بالله بوجود الله سبحانه وتعالى. فهذا مشروع عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذه، ونحن لابد أن إنصافا أيضا تكون عندنا هذه المبادرة، في أنه في كثير من الأحيان عندما تصل المناقشات إلى طريق مسدود وعقيم، يعني ماكو بعد الأخ يعاند وأنا على حال ما عندي طريق إلى ذاك الوقت، المباهلة ستكون هي الطريق الصحيح. وإن كان للأسف الشديد بعضهم يستعملون هذا الأسلوب في طريقة غير مناسبة، ولكن يوم عظيم، يوم عظيم للإسلام، يوم عظيم للمسلمين، أنه ظهر الله، أظهر الله سبحانه وتعالى حقانية رسول الله، ونفس الوقت الذين كانوا مع رسول الله هم الصفوة، هم الصفوة والبيت العظيم، بيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي في واقع الحال ما كان لا واحدة من زوجات الرسول ولا واحد من أولاد أعمام الرسول ولا من أعمام الرسول ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين هم في واقع الحال الذين جعلهم في برده المعروف بالكساء، وهم أصحاب الكساء وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، الذي قال عنهم في كثير من الأحيان: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. أحسنتم، بارك الله فيكم سيدنا السيد، وحقيقة كلام يشوقنا أنه بدنا أن نسأل أكثر عن هذه الحادثة، وأيضا أكيد المشاهد الكريم. ما أعرف سمح السيد، أقول أنه القرآن الكريم يذكر حادثة مشابهة لنبي آخر حدثت معه نفس هذه القضية مثلا، لو لا هذه القضية اختصت بالنبي وآل البيت، ما يعني ما مر علينا آية مباركة تحدث عنه؟ لا، شوفوا كانت يعني دعوات الأنبياء لما كانوا يعني يصلون إلى طريق مسدود مع أقوامهم: يا جماعة ترى استجيبوا لله، استجيبوا لدعوة الله، ترى ينزل عليكم العذاب كذا. نعم. فكان يحذرون بالعذاب. يعني مثلا نوح النبي، الله لما أمر قال له سوي السفينة، وترى لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعد ما حد راح يخضع، اللي خضعوا هم هذول، صعدهم بالسفينة، وراح أنا أطلق شنو، أطلق المياه اللي هو العذاب. نعم. وعلى حال غرق من غرق ونجا من نجا، حتى أن ابنه قال سأوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فالأنبياء لم يكن أسلوب المباهلة بقدر ما كان أسلوب العذاب. نعم. أحسنت. مثل قضية لوط، قوم لوط اللي الآن الإخبار بأن العذاب سينزل، اللي يستغرب أنا أمس أشوف واحد يطلع يقول أنه الإسلام ما يحرم اللواط، في حين أنه قصة لوط هي بحد ذاتها الله سبحانه وتعالى ينبه نبيه يقول له يا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، زين أتأتون الرجال كذا أو الذكران من دون النساء. على أي حال تشوف أنه جعل عاليها سافلها. فالعذاب الإلهي كانت يوعد الأنبياء أقوامهم أن إما تؤمنون أو ترى ينزل عليكم العذاب، الجراد، القمل، الدم، الضفادع، الزلزال، أو قضايا ما شاء الله. فهي أساليب سماوية في جلب الناس إلى الحق، إن كانوا معاندين فرب العالمين كان يعمل فيهم الدمار الشامل. أحسنتم. الآن نبدأ باستقبال الاتصالات، وبالتأكيد أرقام الهواتف ظاهرة أسفل الشاشة للمشاركة والاتصال في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج. أول الاتصالات من الأخت أم علي، حياكم الله يا أم علي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ سيدنا؟ حياكم الله تعالى. حياكم الله أختي. رحم الله والديك سيدنا. الله يبارك فيكم. سيدنا, سيدنا عندي ولد 14 سنة. شوية مشاكس هواية ويا أخوك، يعني ما يقعد ما يسمع كلام. نعم. و يعني إلى آخر. هو أكبر أولادك أختي؟ أكبر أولادك؟ نعم سيدنا أكبرهم. نعم. أكبر. وثلاث ولد وياه. جيد. أخوته الأصغر وياه؟ إيه أخوته الأصغر من عنده. ويوافقونه، يعني يوافقونه لو دائما هو يتشاكس وياه؟ إيه يمشون وياه عادي، بس هو مشاكس دائما وياهم. زي أصدقائه منه؟ أصدقاء لا والله ما عنده أصدقاء. ما عنده أصدقاء. إيه عفوا، أسلوبك شلونه وياه؟ أسلوبك بالبيت؟ والله أسلوب عادي، يعني عادي. عادي يعني شلون؟ نقدر نوضحها؟ يعني هذا يعني كل شيء يدوية، يعني تنطيه كل شيء يريده. مثلا يجي سمح السيد يسأل يقول صحيح ايش يطلب تنطيه، شنو اللي يريده تسوي له، هيك بهذه الطريقة؟ اي كل شيء اللي يريده، كل شيء اللي يسوي عادي. زين. وهم يعني ما اعرف والله يزيد بالهذا. زين واضح. خير ان شاء الله. شكرا يا شكرا ام علي. رحم الله والدك سيدنا. الله يبارك فيكم. شكرا لاتصالكم. استمع لي سماحه السيد، ان شاء الله يوجه لكم الكلام. نعم تفضل سماحه السيد. عاده احنا نجمع اتصالات، اذا اكو الاخوان ما بلغونا باتصال اخر. نعم اجيب عليه. نعم. شوفي اختي الكريمه، لما تقولين ابني 14 سنه، 14 سنه في هالوقت هذا من اكثر المراحل العمريه الحساسه. الان أول قبل 10 سنوات 15 سنة 14 سنة بعد الطفل، الآن هاي وسائل الإثارة، وسائل التواصل والأفلام القضايا الموجودة، بعد ما أريد أفصل فيها، لعبت دور كبير في أن الأطفال بسرعة ينضجون نضوج جنسي. نعم. نضوج جنسي يعني يصلوا إلى مرحلة أن يتحسسوا القضايا الجنسية بسرعة ويتوجه إلى القضايا الجنسية. للأسف الشديد هذه ضمن الوضع الموجود الآن، يعني الإثارات. فابنك الآن مرحلة عمرية حساسة جدا، تحتاج إلى قضيتين مهمتين. أولا انطو شخصيته، لا تكسري، لا تهيني. إهانتك إلى يعني تحدي، إهانتك إلى يعني أنه حرب، رح أنا أنت تحاربين أنا حاربك. نعم. تكسريني أكسرك، وهذا اللي جاي يصير. فأنت على حال احترم، إذا عندك كلام خاص أخذيه بالغرفة أو بالمطبخ. ماما حبيبي كذا، ترى أنت سويت فلان شيء، ترى أنا أقدر مثلا أنهاك وأقدر أزجرك قدام أخوتك، بس أحافظ على شخصيتك. هذا هو يحب الطفل أو الشاب، يحب أن تحفظ كرامته، تحفظ شخصيته، ويريد يبرز شخصيته. يعني في هالعمر يريد يقول أنا رجال وأنا كبير، وشوفوا شواربي طلعت، أنا كذا، فيبدأ يبرز شخصيته. فأنت لابد تكونين جدا متحملة. يعني شو تسوي؟ تتحملين. هذا واحد. اثنين، أنه توجيه ماما، هذه المحاضرة، هذه الرواية، هذا الرجال اسمع له، هذا المقطع شوفه، وجهه توجيه الديني. توجيه الديني هو مهم. نعم. أما تركه هالشكل بين الموبايلات والما أدري القنوات، يسرح ويمرح، ترى هذا كلش خطير. يعني تلقياته تلقيات غير صحيحة، غير ممنهجة، غير دقيقة، فشخصيته ما راح تنبني بناء جيد. فأرجوكم إذا أكو إمام جماعة يمكم، مسجد يمكم، تثقون بالإمام جماعة، تثقون بالشيخ الموجود أو السيد، حاولوا يا شيخنا سيد هذا ابننا شوية دزلك يما كذا. هذا هواي مهم. يحتاج الشاب إلى أمرين مهمين: أولا الاحترام والتقدير وعدم كسره، ثانيا إعطاء الفكر الصحيح والتوجيه الصحيح حتى لا يطلع عن الخط. واضح إن شاء الله. الآن أنتقل لاتصال آخر ومشاركة من علي داخل. حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا علي. رحم الله والديك. شيخنا عندنا سؤال. نعم تفضل بسؤالك. عندنا مرة حامل. نعم. وترضع 2
نعم وتريد الصوم يصير يعني مطلوبة صيام فتريد تقضي صيامها؟ لا لا هي ما مطلوبة هي ما مطلوبة بس إذا رمضان مثلا تريد الصوم قضية فرضية جا تحكي عنها قضية فرضية يعني إيه قضية فرضية نعم خير إن شاء الله واضح لا هي زوجت زوجت يعني واضح واضح شكرا لاتصالك رحم الله مشكور شيخنا رحم الله شكرا لاتصالك اخواننا في الكنترول نسمع لمجموعه من البصمات سمح السيد ان شاء الله بعد ذلك نبدا بتقديم الاجابات على الاسئله اذا نستمع لبصمه صوتيه وبالاثناء اذا اجى اتصال ايضا نستقبله السلام عليكم سيدنا عندي سؤال وهو انه والدي عند اخت ابوه مطيها الخالها يعني خالها متبنيها ومسجله قانوني يعني باسم امها او ابوها اللي معبيها وهاي البنة بعد ما كبرت انه هي ورثت امها وابوها لما ربيها واللي مسجلة قانونيا باسمهم بعد فترة اتوفت بيبيتي اللي هي والدتها الاصلية واجت هي طالبة بوث من والدتها بس انا جدي اللي هو ابوها واخوتها واخواتها ما قبلوا يطوها من الورث قالوا لا انت ما مسجلة عندنا ويانا قانونيا وهذولاك اهلك انت ورثتيهم بعد ماكو حاجة تجيني توازينا ويانا على ورثنا وما انطوها وقسموا الورث قانونيا واخذوا كل من حصته وهي ما اجت طالبات بنفسها اجى زوجها طالب بعد ما ندري الله اعلم هي تريدهم هو اجى طالب بهاي الحاله احنا ابويا استلم الورث مالته واحتمال يعني هي تريد اكو اشكال شائع لنا احنا انا وامه وخواتي ما قابلين بس ابويا قابل واخذه هو اللي معيشنا احنا حرام علينا زين طيب نستمع لبصمه اخرى السلام عليكم سيد رشيد أنا تعبانة نفسيتي كلش مريضة عندي قدة وخفقان وكلش يعني متضررة حالتي وحامل وأريد سقط الجنين هل يجوز يعني وطع عن كفارة؟ جيد سؤال آخر بصمة صوتية أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو حكم استخدام آلة الدف في الإنشاد الديني الجماعي لغرض السيطرة على إيقاع الموشحات باعتبار عدد الفرقة كثير ويصعب الحفاظ على الإيقاع بمجرد التمرين والحفظ للعلم سيدنا سألت العديد من الأساتذة في الحوزة العلمية وكذلك شخصيات دينية في مكان الأسئلة الشرعية في الحرم الحسيني المطهر كانت الأجوبة مختلفة ولم أحصل على إجابة صريحة إلى الآن جيد نستمع لبصمة صوتية أخرى السلام عليكم هل يجوز نشر صور بنات غير محجبة على السوشيال ميديا؟ طيب طبعا بالأثناء مشاهدين الأفاضل اللي بود الاتصال والتواصل معنا في البرنامج الأرقام الأخوان نطلب من عدم أنه تكون ظاهرة أسفل الشاشة وأكيد إحنا نستثمر الوقت للاستماع لمجموعة من الأسئلة الأخوان اللي يرسلون أسئلتهم على شكل بصمات صوتية نعرضها حتى سمح السيد بعد ذلك إن شاء الله يقدم الإجابة على هذه الأسئلة بصمة صوتية أخرى السلام عليكم سيد فوق سؤال زوجي دون بيتعارك وياي يعني ما حاسبني أنا مرة إلي كلنا يحكي وياي يقول لي أنت كلك خدامة بالبيت يعني وتعبت وأكثر أشياء يعني ما أريد أنا أسويها وياي فكل ما يتعارك وياي أراضي أنا كل ما يتعارك وياي أراضي أنا بس بالأخير تعبت من عندان فقمت أعزل فراشي عنه هل جائز هذا إلي أم لا فأنا تعبت من البيت يعني من طبعها ما حاسبني مرة بالبيت فهل هذا جائز أم لا طيب عندنا بعد بصمات أخرى نستمع لها نعم نستمع لبصمة أخرى وإن شاء الله ننتقل للإجابة السلام عليكم سيد أنا أم فاطمة سيد عندي أسئلة أول سؤال سيد أمي مرة كبيرة وأبوي يصير أصلي نيابة عنهم نيابة يعني الصلاة المستحبة مو الواجبة يصير أستغفر عنهم مثل بالنيابة يصير أصليهم صلاة مستحبة بها ثواب هم كبار ما يقدرون يصلون يعني يصير هذا الشيء وثاني سؤال سيد لقيت لي رصيد جايني على تليفوني قبل 5 وما أعرف منين جايني يعني بحثت عنه على الرقم ما لقيت أي شيء زين
واضح إن شاء الله. سمح سيد نبدأ بتقديم الإجابات، لو نعرض سؤال آخر. يلا يلا بصمة صوتية أخرى وحتى بعد ذلك ننتقل للإجابات. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا والدي متزوج اثنان، يعني والدتي وامرأة أخرى، ونحن الأخوة من نفس الأم، ستة أولاد واثنان بنات، ومن زوجته الأخرى ولد وبنتان. فقام الوالد ووالدي يملك ثلاثة بيوت، فقام الوالد بتسجيل أحد البيوت باسم زوجته الثانية حصرا، فهل يجوز له ذلك وأن يحرم بقية الورثة من هذا الورث؟ واضح. طيب. شكرا للإخوان في الكنترول، وإحنا أيضا مستمرين طبعا باستقبال الاتصالات إن شاء الله به الأثناء. سمحت سيد ننتقل للأخ علي داخل اتصاله، كان سؤال عن المرأة الحامل اللي ترضع طفلين إذا كان عليها صيام. شوف حبيبي، سؤالك يعني ضمن الفرضية أنه امرأة ترضع طفلين وهي حامل وتريد الصوم، هذه ترجع كلها إلى طاقة المرأة. المرأة إذا كانت طاقتها وقدرتها أنه مع أنه الصوم ولبنها وحليبها جيد والأطفال يشبعون بالرضاع والحمل هم يتأذى، فإذا كان هالشكل فلا إشكال في صيامها. أما إذا امرأة لا ضعيفة، يعني إذا صامت راح يقل الحليب اللبن والأطفال راحوا عليه حال عندها توم، راحوا يبقون جواع ويبكون وكذا، هنا نقول أنه إذا كان الصوم يؤثر في رضاعك ويؤثر في حق الأطفال فيجوز لك أن تفطري وترضعي أولادك، وهنا على حال حق الأطفال والرضع مقدم على الصوم. فالقضية قضية حسب الأشخاص وحسب إمكانياتهم وقدراتهم على ذلك. نعم. ما عندنا قاعدة تقول من كانت حامل أو من كانت عندها أطفال فلا تصوم، ما عندنا هيك قاعدة. من كان الصوم يؤذيها ويضر بالأولاد ويقلل لبنها ويبقوا جياعا فهنا تترك الصيام وتنتبه إلى رضاع أولادها. واضح إن شاء الله. بصمة صوتية، كان السؤال عن بنت يعني من هي وصغيرة، أمها أنطتها لأمرأة أخرى، هذه الأمرأة ربتها وسجلت باسم تلك المرأة اللي هي مو أمها أصلا، وورثت تلك الأم لما توفت اللي هي مو أم أصلا يعني تبنتها، بعدين تريد ترجع تورث أمها الأصلية، فتسأل هذه البنت تقول إلها حق، وين حقها أصلا بهذه الوراثة أو بهذه الوراثة؟ أحسنتم. شوفوا إخواني وأخواتي، في هالمسألة أنا هواي متكلم يعني كلام طويل وكثير في هذا المجال، أن تبني الأولاد، الواحد يأخذ أولاد الناس وأولاد الآخرين يتبناهم يكبرهم يربيهم، هذا ما في إشكال. الإشكال وين؟ الإشكال في أنه هؤلاء يسجلون في سجلات الأحوال، يعني في سجلات النفوس، هذه تسجل على أنه بنتي وهي مو بنتي. نعم. هي بنت الناس وتكبر وهي ليست بنتي، وشلون هي حجاب كيف وهي مو بنتي حقيقية. فأكو مشكلة التعامل الشرعي، يعني إذا ولد تبنينا ولد وكبر زين، هاي زوجتي ما لها ربط بهالطفل، هذا أولاد الناس، إذا بلغ لازم أهلي تلبس منه عباية. نعم. بس هو يعتبر أهلي أمه، وصير مشاكل. نعم. فقضية التعامل الفقهي والشرعي بعد بلوغهم، وقضية تسجيلهم في الملفات أو في سجلات النفوس، وهذا إشكال شرعي. سمح السيد يقول لا يجوز، يحرم تسجيل الأولاد المتبنين في سجلات النفوس ونسبتهم إلى أشخاص غير آبائهم، هذا ما يجوز. نعم. فالأخت هذه ما يجوز لها ترث هاي الأمرأة اللي سجلتها بنفوسها، لأن هاي مو أمها أصلا. نعم. وإنما ترث أمها الحقيقية، فهي مو أنه هم منا تأكل هم منا تأكل، أكلها من هنا باطل لأنه هي مو وارثة. نعم. وهنا يجوز لها، ولكن لابد أن تذهب بطريقة أو بأخرى تنفي على أنه هي بيت فلان. هسه واحد يقول شلون سيدنا، ما أعرف بس صاير
أحد الإخوة قال إحنا ردنا نلغيها، رحنا أعلننا أنها متوفية، ماتت مدري وين وكذا، ودفناها وسوينا لها شهادة وفاة ولغيناها يمكن، وتسجيلها في سجل والدها الحقيقي. أما أن تبقى هالشكل هذا حرام شرعا، ولا تأكل الإرث ممن لا تنتسب إليها. واضح إن شاء الله. بصمة صوتية أخرى لإحدى الأخوات تقول نفسيتي تعبانة ومتأذية وأنا حامل، وأرد أسقط الطفل وأدفع كفارة، يصير؟ مشكلة بعض المؤمنين يصوروا أنه إذا ارتكبوا حرام بدفع الفلوس هذا الحرام يسقط، ماكو هذا الشيء. الكفارة والدية هذا شيء غير الحرام، إسقاط الطفل أصلا حرام، إسقاط الطفل معصية ما يجوز. أنت تقولي أنا والله نفسيتي تعبانة، نفسيتي تعبانة، كانت استعملتي موانع الحمل، مو أنه أنت نفسيتي تعبانة وما تستعملي موانع وبعدين الطفل يصير، شنو الذنب هذا الطفل أنت سقطينه؟ هذا نفس، أي نفس، هذا عليه حال مخلوق الله، سقطينه ما يجوز. إسقاط الطفل لا يجوز ذلك، وده تدفعين أو ما تدفعين هم ما يأثر، يعني حتى لو تدفعين دية، حتى لو تدفعين دية يبقى الحرام حرام. فاستعيني بالله، اطلبي من الله سبحانه وتعالى يعافيك يشافيك ويحفظ ولدك، عسى أن يكون هذا الولد سبب صحتك، سبب خير، سبب على حال فتح باب الراحة والاستقرار والرزق. وهذا صاير هواية ناس ما كانوا يردون أولاد وتبينهم في الواقع كانوا عامل لسعادتهم إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. بصمة أخرى كان الحديث فيها من أحد الإخوة يسأل عن آلة الدف، يقول سألت هواي عن هذا الموضوع لكن ما وصلت إلى جواب محدد نستخدمه لتوحيد الأداء. شوف حبيبي، آلات الموسيقى سمحت السيد اعتبر أن آلات الموسيقى حرام، استعمالها حرام فيما كان فيه أمرا لهويا، أمرا لهويا وأمرا محرما. يعني أنا أجيب الطبل، هذا الطبل هذا شايفيه، أجيب الطبل وأجيب شو يسموه هذا البوق، وبطريقة أستعمل هذا الطبل والبوق حتى يرقصون الناس، هنا ما يجوز. بس أستعمل الطبل والبوق بطريقة اللي أمشي الشباب، أمشي الشباب بطريقة على حال حماسية للدفاع عن الوطن، وحسب تعبيرنا التجيش الجيش وتعبئة روحية. فالقضية تختلف، القضية تختلف. آلات الموسيقى استعمالها فيما كان فيه لهوا وغناء وعلى حال إثارة هذا ما يجوز. أما استعمالها فيما كان فيه أمرا طيبا وأمرا ليس فيه محذور هذا ما في مشكلة. واضح إن شاء الله. بصمة صوتية أخرى كان السؤال عن نشر صور البنات الأجنبيات يعني الغير معروفات في مواقع التواصل الاجتماعي، تسأل البنت تقول يجوز لنا ننشرها أو لا؟ شوفي أختي الكريمة، شنو حسب تعبير لو أسألك، شنو الداعي من نشرها؟ شنو الداعي من نشر هالصور؟ نعم والله سيدنا أنشرها لأن أكو فساتين أو ملابس أريد الموديلات مثلا وأنا خياطة، ما في مشكلة. ليش؟ لأن نفس هؤلاء اللي مصورين نفسهم في المجلات البورد أو مجلات شو يسموه أنتو الموضة نعم، في هذه المجلات هم مصورين نفسهم، هم ما محترمين أنفسهم. نعم يعني هم أظهروا أنفسهم، هم غير محتشمات، غير محجبات. نعم فهنا ما في إشكال، أنا والله سيدنا عندي معمل خياطة وأريد أقول للزبائن ترى أنا عندي هتشي موضة وهتشي موديل وأقدر أخيطه، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. نعم. أما لا، أنت نشرين هذه الصور حتى تثيرين الناس، هذا ما يجوز. فشوف الغرض شلون، الغرض إن كان غرضا غير صالحا وغير على حال غير مقبولا شرعا فلا يجوز. أما إذا كان تقول سيدنا هذه صورة نساء، هن النساء يعني الآن الأخت اللي تطلع تلقي نشر الخبرية وهي متبرجة، نعم يجوز أشوفها؟ نعم يجوز. شلون سيدنا هي ما محترمة نفسها، شو سوي هي ما محترمة نفسها؟
الإمام خوش سؤال يسأله يقول له مولاي المرأة المتبرجة قال أنه التي إذا نهيت لا تنتهي. نعم. إذا نهيت لا تنتهي. نعم. فهي جزء النظر لها. إن هي نقول له يا بحرام تضحك علي. فهي ما محترمة نفسها. لم تجعل حرمة لنفسها. ومن لم تجعل حرمة لنفسها فتسقط حرمتها. أما المحجبة اللي هي محترمة نفسها وتتروح تبث صورتها بدون حجاب ما يجوز. ليش؟ إن هي جعلت حرمة نفسها، أنت هتكتها الحرمة، فلا يجوز هتك حرمة المؤمن. هتك حرمة المؤمن غير جائز، واضح؟ فإذا ليجوز نشر تلك الصور إذا كان لغرض عقلائي وغرض على حال شرعي، وإذا كان غرض غير مؤدب وغير شرعي لا يجوز. طيب حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للي استمع لكلامكم، هذه المرأة التي لا تنتهي و يعني متمسكة بأنه هي تظهر من دون حجاب، بالي النظر إلها هم يعني تكون بحدود، يعني مو طبعاً متأخذ راحتك، لا يعني. لا مو نظر أنه مريب، لا نظر العادة أو نظر العفوي، لا مو أنه نظر فيه إثارة، هذا يجوز. حتى ما يقولوا سمحت السيد بعد حللها أنه والحمد لله. زين. بصمة صوتية أخرى كانت إحدى الأخوات للأسف تشتكي من زوجها سمحت السيد، تقول ما يعتبرني أصلا زوجة، يعاملني بطريقة غير جيدة، يفرض علي أمور أنا ما أقبلها، فتقول وصلت إلى نتيجة أنه أزلت فراشي عنه، حرام علي لو لا؟ أخ مصطفى، يعني كلام الأخوت هذا من طرف، نعم، يعني الأخ لازم نسمعه. زوجها إذا يدز لي بصمة يقول يا بتر هاي المرة اللي قلت لكم أنا أهينها وأقول أنت خدامة وأنت كذا وما جبتك إلا أن تخدميني، ترى أنا هي هالشكل سوي هالشكل سوي هالشكل سوي، يعني خل أسمع الطرف الآخر. نعم. فقد يكون الطرف الآخر عنده كلام، ولكن أنا راح أتكلم هالشكل. هاش أقول؟ إن كان كلامك صحيح نفترض، شوفوا هاي يسموها جملة شرطية. إن كان كلامك صحيح وهو معترف أنه صحيح، أنا أهينها وأنا محقرها وأنا أعتبرها خادمة وعبدة وكذا، إذا كان فهو لا يجوز له ذلك، ما يجوز للرجل أن يحقر زوجته بهالطريقة. والإسلام يقول وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف هي المطلوبة، المعاشرة بغير المعروف حرام شرعا. وإذا كانت الأخت تجد أن تحقيره تحقيرها وتسفيهها وإذلالها وإهانتها بشكل يجعلها أنه ما يعني ما ترتاح له أصلا، يعني حسب تعبيرنا ماكو شيء ينجذب أو تنجذب إليه، هنا لابد ماذا؟ لابد من مرافعة إلى الحاكم الشرعي أو الأهل والأقرباء، أنه ابنكم ما جي يحترمني، ما جي يعني ما جي يعطيني شخصية وجي يهيني ويضربني وكذا، فهنا لابد من رفع الأمر إلى كبار القوم كبار العشيرة حتى يحلوا المشكلة. ما انحلت ذاك الوقت يقول أنه أنا ما أقدر أعيش مع هالشكل الرجل. نعم. ترك الفراش بسبب عدم العشرة قد يكون، شوفوا أنا جاي أقول قد يكون لبعض النساء حق، لأنه هو في الواقع يهينها يهتكها يضربها، فهي من جهة أخرى تقول على أنه أنا لا أطاوعه في هذا ولا أمكنه. نعم. على حال لابد الأمر أن نرجع إلى الطرفين لنجد أصل القضية في أي نقطة. واضح إن شاء الله. بصمة صوتية أخرى لإحدى الأخوات كانت تسأل عن والدتها اللي يعني امرأة كبيرة بالسن، تقول أريد أصلي عنها الصلوات المستحبة واستغفر لها، يجوز لي هذا الشيء لو لا؟ هي ما تقدر مقعدة تقول. شوفوا الصلوات المستحبة أو الصلوات المندوبة الغير الواجبة غير الفرض، يمكن الإنسان أن يصلي أو يعمل أي عمل مستحب عن الآخرين. يعني الآن أنا أقدر أنا أقرأ قرآن عن والدتي الله يعطيها العافية، الله يشافيها، وأقدر أنه أصلي عن والدي وإن كان عليه حال حيا طبيعة الحال، ميت يمكن، ولكن والدي ما يقدر يصلي صلاة الليل، أنا أصلي صلاة الليل أجعل ثوابها لوالدي، لا أشكال في ذلك. نعم. لا أشكال في ذلك. المستحب يمكن إنسان أن يقوم به ويجعل ثوابه لمن؟ للآخر. للآخر، لا إشكال في ذلك. طيب.
أما الواجبات لا، الواجب واجب على الإنسان هو يؤديه، ما يصير الآخرين يؤدون عنا الواجب. واضح إن شاء الله. هي نفسها الأخت طبعا أم فاطمة كان عندها سؤال ثاني، تقول إجاني رصيد على التليفون بس ما أعرف مصدره، شنو اللي علي أسوي؟ تقول حاولت بحثت بس ما وصلت للرقم اللي دز لي هذا الرصيد. عليها بعض الأحيان ما أعرف يعني اشتباه يصير كذا. نعم اشتباه. إذا قدرنا نوصل إلى الطرف يا بهذه فلوس جتي من طرفك جيد يرجعها، أما إذا ما صار عليها رزق ساقه الله إليكم. طيب واضح. بصمة أخرى لأحد الأخوات حدثت بجزئيات وتفصيل عن عدد الأولاد والبنات، والدها متزوج نساء اثنين فعنده ثلاث بيوت، تقول كتب واحد من هذه البيوت باسم زوجته الثانية، يحق له لو ما يحق له هذا الشيء؟ يحق للإنسان في حياته، إنسان ما دام هو على قيد الحياة وكامل قواه العقلية يجوز له أن يتصرف بأمواله بأي شكل. أنا الآن أريد أنطي بيتي الابن الكبير، وأنطي سيارتي البت الصغيرة، وأنطي ما أدري بستاني الابن الأوسط، كيفي الإنسان؟ الناس مسلطون على أموالهم ما داموا على قيد الحياة وعدهم عقل وعدهم شعور، فيجوز الإنسان أن يعطي كل شيء لأي واحد. تقول سيدة محرمنا أختي الكريمة الآن هو على قيد الحياة وما وصل شيء، يعني هو ماكو لكم شيء، يعني ماكو لكم حق يمه، مالاتي وأتتصرف فيها. حقكم متى؟ حقكم بعد ما يموت، بس يموت كل ما يتركه لكم، بس هو بعد ما ميت. فيجوز للأب، نعم زين هذا مو زين، لطيفة مو لطيفة، هذا بحث أخلاقي اجتماعي. أنا جاي أتكلم عن الشرع، يجوز للزوج أو للرجل أن يكتب أمواله أو يعطي أمواله. بس أجا واحد قبل فترة قال كل أموالي سيدنا أنا صدقت به إلى الأيتام، أولادي كذا، قام يصيحون. قلت هذا مو شغلكم، أنا أريد أن أسوي خير لنفسي وأريد أروح من هالدنيا وأنتم كلكم متمكنين. هذا شأنه الرجل، شأنه والإنسان شأنه، كما قال النبي العظيم صلى الله عليه وآله، المؤمنون أو المؤمنون أو الإنسان مسلط على أموال الناس ومسلطون على أموالهم وأنفسهم، كل واحد مسلط على أمواله ونفسه. طيب أحد الأخوات سمح سيد تسأل عن والدتها، تقول أمي امرأة كبيرة بالسن، عفوا يعني تلبس حفاظة، فقول ما تقدر كل ساعة أنه تروح تتوضى لأداء صلاة، هي أصلا تصلي على الكرسي، فنقدر أنه بوضوء واحد تصلي صلوات لو شلون، شنو الطريقة؟ في واقع الحال إذا كانت المرأة أو الرجل إذا كان عند حالة بطن يعني كل ساعة ينزل شيء من بطنه، يعني كل ساعة يطلع يتغوط ومو بيده يعني، أو كل ساعة ينزل بول من عنده ما يقدر يتحكم، هذا المبطون والمسلوس اللي ينزل بول كثير هذا إلى حكم خاص، يقدر يتوضى وعليه حتى لو ينزل البول في أثناء الصلاة بحفاظة كذا يكمل صلاته. ولكن إذا كان لا، الحفاظة ممكن كل 3 ساعات 4 ساعات نبدلها، فلا بد لكل صلاة ماذا أن تتحفظ بحفاظة جديدة. تقول إنه قد هذه في الواقع فيه عسر وحرج ومشاكل وكشف عورة وما إلى ذلك، على أي حال إذا كان إنسان يعني توضأ ولابس الحفاظة وصلى، وإن كان في أثناء الصلاة أنه على أي حال وقع شيء من هذا القبيل وكان حرج عليه أن يجدد فلا إشكال في ذلك إذا كان حرجا. سماحة السيد رشيد الحسيني شكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتوا لنا ولمشاهدين الأفاضل في هذا الله تعالى بارك الله بكم الله يبارك فيكم الله يحفظكم. إذن مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، دمتم في حب محمد وآل محمد، في أمان الله.